مساء الخير، بدي رحب واشكر كل حدا عم بيتابعنا بحلقه جديده من سلسلتنا وين الدور. اليوم عم نحكي اكثر عن الاستجابه التنمويه والاغاثيه في مرحله التعافي القادمه اللي بنتمنى انها تكون عم بتبلش. اليوم لا شك انه المساعدات الانسانيه الاغاثيه والخدميه لا زالت تشكل شريان حياه حقيقي وضروري للكثير من العائلات السوريه اللي تضررت بالحرب، ولا زال هذا النوع من المساعدات عم بيسيطر على معظم عمل الكثير من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الإنسانية في سوريا بعد سنوات طويلة من الحرب. وبعد أسابيع قليلة مرقت على زلزال 6 شباط، لا زال الاستجابة للاحتياجات السورية إغاثي وإنساني ولم يأخذ بعد بعد تنموي عميق. نتساءل اليوم متى ستنتقل هذه المؤسسات والجمعيات والمنظمات للاستجابة بشكل تنموي أكثر استدامة بالاستجابة للاحتياجات، واليوم نتساءل ما دور هذه الجمعيات وهذه المؤسسات في مرحلة التعافي القادمة. للإجابة على هذه الأسئلة وأكثر نستضيف الأستاذ فراس حمادة، الخبير في إدارة الأعمال والعمل الأهلي. مساء الخير استاذ فراس. اهلا وسهلا، كيفك؟ والله الحمد لله. بدي اشكرك اليوم على تلبيتك دعوتنا بهذه الحلقه. شكرا لكم. وخليني بلش اليوم بالحديث عن العمل الانساني بسوريا، عن العمل الاغاثي بشكل خاص بعد سنوات طويله من الاستجابه بعد الحرب الطويله. اليوم كيف توصف هذا العمل بسوريا؟ كيف واقعه؟ وبرايك لماذا لا نزال عالقين بمرحله الاغاثه، لم ننتقل الى التنميه؟ العمل الأهلي بشكل عام والإنساني بشكل خاص والإغاثي إذا بدنا نفوت لأكثر يعني عمق تماما بالموضوع، هو ما نو جديد حقيقة. نحن بنقدر نعرف أنه هو أكثر 30 سنة كان في فاعلية واضحة جدا بهذا العمل، متجذر بفكرنا، متجذر بثقافتنا. خلال الأحداث وخلال الحرب صار في عنا إذا بدنا نقول تعمق بالاستجابات الإغاثية، وخاصة بالأحداث اللي كانت ساخنة. فإذا بدنا نقارن بالوضع قبل ونقارن بالوضع الحالي، كان الوضع اللي قبل كان أصلاً هو قائم على فكر إنساني أكثر ما هو تنموي. يعني الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو العمل الأهلي قائم على سد احتياج بسيط جداً. إذا بدي أقول بسيط جداً، مو من يعني من حجمه، لا ما عم بحكي على الحجم، الحجم واسع وتوسع أكثر خلال الأحداث، ولكن من ناحية النوعية أغلب الجمعيات، ما حقول الكل، أغلب الجمعيات كانت أو المؤسسات الأهلية كانت عم تقوم على تقديم مجموعة من الخدمات الإنسانية الأساسية. يعني كانوا يقدموا للعائلات المحتاجة أو العائلات الفقيرة سواء سلل غذائية مثل الوضع الحالي برمضان، أو بيقدموا لهم مجموعة من الإعانات سواء كانت مالية أو مادية. كمية العمل التنموي يلي عم تنقل هاي العائلات من عائلات محتاجة إلى عائلات إذا بدنا نسميها مكتفية، ثم من لحظة شوفي إذا بدنا نكمل التنمية المستدامة هالعائلات تكون مكتفية ثم هي تساهم بعملية التنمية، هذا الفكر كان ضعيف شوي، تنمى ببعض المؤسسات ما قبل الأزمة. للأسف خلال الأزمة إذا بدنا نلخص تماماً، المتبرع بشكل عام هو متبرع موجود عنا، موجود بكل دول العالم. أغلب المتبرعين إذا شاف في عنا استجابة إنسانية مقابل إذا أنا بدي أتبرع كاستجابة تنموية، فرقم واحد حيستجيب وحيدفع للاستجابة الإغاثية الإنسانية. فاللي حصل إنه هاي الجمعيات والمؤسسات اللي كان عندها توجهات تنموية، وفي جمعيات خيرية كمان عندها كان جزء من مشاريع أو برامجها كانت تنموية، بس المتبرع هو ما حقول المتحكم فقط 100%، بس التوجه الاستراتيجي. هذا الحديث كله ما قبل الحرب، حتى خلال بداية الحرب أنا إذا بدي أقول. بس اللي صار إنه بمفهوم الاستجابة الطارئة يفترض ما يعني ما تطول الاستجابة الطارئة أكثر من 3 شهور، يعني 90 يوم من المفهوم العمل الإنساني، 90 يوم 3 شهور. بس وقت صار في عنا أزمة ممتدة لأكثر من 11 سنة، حقيقة هون ما عاد في بوصلة واضحة عند الجمعيات والمنظمات الأهلية لوين نحن بدنا نروح. مع شوية إذا بدنا نسميها ببعض الأحيان عدم وجود استراتيجية واضحة نحو العمل التنموي، فعلقت الجمعيات، علقت المؤسسات، أغلب المؤسسات علقت بالعمل الإنساني، لأن الاحتياج ظل موجود. زائد أنا بقول كثير من الأحيان أنه الأسهل
هل أنا كجمعية أو مؤسسة أقدم خدمة إنسانية ولا خدمة تنموية؟ حقيقة الخدمة الإنسانية بسيطة جدا، أثرها سريع جدا، ولكن الخدمة التنموية صعبة جدا لأن بدها دراسة احتياج وعمق، صعبة أكثر لأن بدي يقيس الأثر على المدى الطويل، وأصعب شيء أنه حقيقة بدها متابعة لهذا الأثر. وهذا إذا بدنا نشوفه عن جمعياتنا أو مؤسساتنا ممكن طبعا نقول على الأغلب هو ما كان متوافر مع قدرات ضعيفة إدارية لهي الجمعيات والمؤسسات. تمام، بدي أشكرك أستاذ فراس لأنه يمكن اليوم حتى وضحت لنا أنت الثغرات وال وخليني أقول صفات اليوم هذا العمل الإنساني بسوريا. برأيك إذا كنا عم نحكي اليوم استراتيجيا أو يعني منطقيا بالعمل، ألا يجب أن يتحول هذا العمل بهذه الضخامة خلال هذه السنوات؟ لأن اليوم هذا القطاع نما جدا بالحرب أو بالأزمة، نما كتمكين، لأن اليوم كتير جمعيات أخذت فرص. إذا ماني عم بحكي على الدعم المالي أو المادي، نحن نتحدث عن فرص تمكين، نتحدث عن تدريب، عن فرص تدريب كبيرة. ألا يجب أن يكون عن ينتقل إلى التنموي إذا كنا نتحدث عن تطور استراتيجي؟ هلا اكيد في جزء من الجمعيات اذا بدنا نسميه من بعد 2016 وقت صار في بعض الاماكن شوي يعني هديت الاوضاع فيها، بلش عندهم مفهوم شوي تنموي، سواء كان اذا بدنا نقول هي المبادرات او هي المشاريع كانت مموله من جهات او من منظمات دوليه مرخصه، عم نحكي عن شيء مرخص طبعا، أو بمبادرة ذاتية من هي المنظمة، بس منلاقي في قصص نجاح جيدة. ولكن إذا بيقارنها بكمية العمل الإنساني اللي كان عم يتقدم غير التنموي، حتكون ما بتزيد برأيي الشخصي أكثر من 10-15% بأغلب الأماكن اللي كانت عم تقدم فيها الخدمات. الاستراتيجية إذا بيقول هي غايبة عند البعض نظرا لعدة عوامل. أولا هي الحوكمة واتخاذ القرار. دائما بالمؤسسات والجمعيات مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء هو من يأخذ القرار. طيب وقت هن بدهم يأخذوا القرار وهن إذا بدنا نقول غرقانين تماما بالعمل الإنساني وليس العمل التنموي، فكيف بده يكون عندهم رؤية واضحة لعمل تنموي مستدام؟ وهي أول كلمة نحن بدنا نقول مستدام. اثنين، قديش هن حيكون عندهم قدرة أنه يعملوا عملية مساءلة داخلية وخارجية حول قراراتهم، خاصة موضوع برجع بأكد موضوع التنمية، خاصة إذا بدنا نحكي عن مبادرات أو مشاريع أو حتى برامج تنموية، إذا ما كان في عملية مساءلة واضحة فأنا بكون فعليا عم باخذ الجهد وعم بهدره. صحيح، لأن إذا العمل الإغاثي الإنساني أنا طعميت إنسان، بس إذا أنا دربت إنسان وما تابعته ما عاد عندي فكرة تماما يا ترى اشتغل، يا ترى استفاد من القدرات، يا ترى اشتغل أو سافر. حتى هي الثغرة اللي عم تكون موجودة هي عم تكون جزء من العوائق اللي عم تواجه استراتيجيات التفكير التنموي، مع عدم وجود إذا بدنا نسميه نحن فكر تشاركي مجتمعي. كتير من الجمعيات اللي قدمت مشاريع تنموية كتدريبات مهنية، تدريبات حرفية أو نسميه تيفت Technical Vocational Education and Training، كانت تكرار لتجارب سابقة قدموها بمكان أو بمجتمع ثم نقلوها لمجتمع محلي تاني بدون دراسة احتياج واسعة ومعمقة. فعم تكون التدريبات بمكان ناجح بنسبة بس بمكان آخر ما لا ناجحة نهائيا. هذا التوجه الاستراتيجي هو بحاجة لتشاركية، تشاركية متعددة الأطراف مع كل أصحاب العلاقة. أولا لازم تكون التشاركية مع المجتمع المحلي نفسه وقت بدنا نخطط ونرسم المبادرة أو المشروع. اثنين، بدها تكون مع الجهات الحكومية مشان نعرف الاحتياج الحقيقي والتوجه الحكومي أو بالإدارة المحلية الموجودة. عشان يصير في تكامل. عشان يصير في تكامل. وإلا عم يصير في دوبليكيشن مثل العادة، أنا عم أقدم مبادرة غيري عم يرجع لنفس المكان يقدم مبادرة، الإدارة المحلية عم تقدم نفس المبادرة، ما عم نشوف الأثر واضح لأن فعليا ما في متابعة حول هذا الأثر. ببعض الأحيان كان في متابعة وتقييم ولكن من الجهات المانحة أو من توجهات هاي الجهات المانحة. طيب وين هي التقارير؟ وين عم تروح؟ هل يا ترى عم تكون الاستفادة كاملة منها؟ هون حننقسم لقسمين،
في جمعيات كانت أو مؤسسات عم تستفيد وعم تطور مبادراتها، ولكن في جمعيات أو مؤسسات الأسرع لها هي ولو عملت مبادرات تنموية هي تكرار المبادرات التنموية، لأنه هذا الأسرع والأسهل بالنسبة لها. أستاذ فراس، هل 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 بتلاقي المبرر هو الاستسهال أم عدم امتلاك هاي الجمعيات مثل ما قلت فعلا لبنية بتمكنها فعلا من الانتقال للتنمية؟ يعني هل هي تفتقد فعلا لمقومات تطوير آلية مثل ما حكيت أنت، ذكرت ثلاث فجوات، آلية اتخاذ القرارات المحاسبة والتشاركية؟ اليوم هل لأنها تفتقد إلى هذه الأدوات عم تكرر هاي التجارب، أم هو الاستسهال دائما؟ آلية الحوكمة الداخلية بصنع القرار، ثم آلية الحوكمة الخارجية بصنع القرار واستثمار الموارد ما عم تكون منضبطة. كلمة منضبطة حاعطيك مثال. طب في معيار؟ طبعا في معيار، يعني ISO 26000 اللي هو معيار المسؤولية المجتمعية المتعارف عليه، قائم على سبع مبادئ. أول مبدأ هو المساءلة. طيب المساءلة الحقيقية هي بجميع أنواعها، زائد الشفافية، ونكمل الشفافية مع التشاركية مع أصحاب المصلحة. تكامل هي الأدوار بسبع مبادئ وسبع ممارسات، قديش جمعيات ما عم تلتزم فيها، قديش بتعرفها اصلا، على الرغم من انه تقدم جزء من التدريبات لكثير من الجمعيات. اذا شفنا الاستجابه المباشره للزلزال كعمل اهلي، استجابه سريعه جدا اغاثيه، كانت اكثر من ممتازه. صح، ولكن واتس نيكست؟ شو بعد؟ تماما. هل معقول انا اكرر نفس تجاربي سواء كانت ايجابيه او سلبيه؟ هي عدم الاستفادة من الدروس. يعني ارجع كررها بنفس الطريقة وبنفس الميثودولوجي اللي أنا عم بتبعها. حقيقة هذا الموضوع بيأكد أنه لسه ما تعلمنا من أفضل ممارساتنا أو أخطائنا. ما في منهجية واضحة، قد تكون موجودة ببعض المنظمات بس ما أنا معلمة. التشاركية كانت بجزء كبير غايبة، وبالتالي إذا بنركز على نقطة هي قديش لازم يكون عند هاي المنظمات، هاي الجمعيات، هاي المؤسسات، حتى المبادرات الأهلية البسيطة من الفرق الشبابية، توجه واحد وواضح نحو العمل التنموي. أنا بدل ما أعطي هذا الإنسان وضل عم كمل أني أنا أعطيه سلة غذائية، طيب قديش أنا عندي قدرة أني أعطيه جزء سلة وجزء دربه، بعد ما دربته تابعه، وبعد ما تابعته درت فعلي أكد أنه هو إنسان صار منتج بهذا المشروع. هل هون أستاذ فراس أنت مثلا بتقول أنه الأفضل يكون مثلا في خطة كاملة للعمل الإنساني بسوريا مثلا متكامل بين كل جمعية؟ يعني حضرتك حكيت عن هدف واحد أو سمت واحد لعمل هذه الجمعيات، هل نحن بحاجة خطة مثلا؟ هدف واحد لعمل الجمعيات، عم أقول توجه استراتيجي منطقي ينطلق من استجابة لاحتياج استجابة تنموية لاحتياج محلي. تمام، هون الحل هو التشاركية. أوكي. يعني ما في حدا صار بأي مجتمع بيقدر يجبر حدا على عمل معين، وخاصة إذا كان إنساني أو إغاثي. صح. بس كمان بدي أجي من وجهة نظر ثانية، المتبرع، الدونر، المانح له توجهاته. طب إذا أنت كجمعية كمؤسسة توجهك ما واضح، مين حيتحكم فيك؟ صح. المتبرع، الداعم، المانح. كتير من المانحين الداعمين ما عم يجوا يفكروا بصوت عالي مع هاي المنظمات، مع هاي المؤسسات، بس هنلاحظ انه في قدرات ضعيفة عند هاي المنظمات. يعني وقت عم نقول له انا خذ جزء من التبرعات حطه بعملية التنمية، او خذ هاي التبرعات صرفها بالطريقة المناسبة، للأسف عم يكون التوجه السريع من المنظمات نحو العمل الإغاثي وليس نحو العمل التنموي. مثل ما حكينا جزء منها هي لأنه هن ممكن ما يكون عندهم القدرة للمتابعة، وجزء منها هي المفهوم الأساسي للعمل الأهلي عنا اللي هو العمل الخيري، أنه أنا بالنهاية بدي أقدم خير، بس كمان العمل التنموي بده خير. تمام. إذا هل نحن عنا قدرة أنه أولا نساعد هاي المنظمات كلنا سوا ليطلعوا بمبادرات تشاركية بتوجه استراتيجي واضح نحو، إذا بدي سميها أنا هاي المجتمعات المحلية من حقها أنه تنتقل، آسف على الكلمة، من الإغاثة من الإشحادة. تمام. إلى الاكتفاء، للتعافي. ذاتي. تمام. أساس الـ early recovery، ما حنقول early لأنه يعني ما تعافي مبكر فترة طويلة. تمام. بس أساس التعافي هو أنه خلي المجتمع المحلي نفسه هو يحكي عن احتياجاته، وليس أنا أكون أنا اللي عم بحكي
عنه كمنظمة كمؤسسة كمبادرات محلية. أستاذ فراس استخدمت أكثر من مرة كلمة الأهلي، أين تجد المسافة اليوم بين، هل كل المنظمات اللي تستجيب بشكل إنساني هي أهلي واللي تشتغل تنمو وهي مدني، ولا لا ما بتشوف مسافة بين اثنين؟ هلا هذا تاريخ ما استخدمت ولا مرة مدني، هذا تاريخ طويل جدا. نحن يعني يمكن أغلبكم أو أغلب الناس اللي بيشتغلوا بهذا القطاع بيعرفوا تماما أنه جذور العمل المجتمعي، أنا بحب سميه مجتمعي أكثر، صحيح، متجذر بشكل أهلي، من مفهوم أنه أنا يعني من ثقافتنا ما بيصير مو حلوة عيب علي إني شوف مثلا شحاد أرملة عم تشحاد إنسان بحاجة لمساعدة، تمام، ولكن هذا التوجه بحد ذاته هو عم ينطلق من شعور إنساني. فإذا أنا يعني برجع على حالة مثال حالة الزلزال، إذا أنا انضخل لي إعلاميا أو شفت الناس جوعانة مرضانة قاعدة بالطرقات حيتحرك فيني هذا الشعور الإنساني، فاستجابة الإنسانية. حقيقة نحن الدور أغلبه عم يكون خيري، فالأهالي عم يساعدوا بعض أكثر ما يكون المجتمع عم يساعد بعض. فوقت بدي أحكي عن مدني فهون عم نحكي عن مجتمع أوسع، عم نحكي عن مجتمع بكافة أطيافه، وعم نحكي عن مثل ما نسميها المروحة الواسعة اللي هن مو بس جمعيات مو بس مؤسسات، صرنا عم نحكي عن نقابات، صرنا عم نحكي عن حتى أحزاب، اتحادات، بعض الأحيان أحزاب، وعم تمشي مع بعض بتوجه على الأقل مجتمعي واحد. هل اليوم بسوريا المسافة كبيرة بين المدني والأهلي؟ إذا بين الواقع اللي وصفنا أول شيء واللي وصفته هلأ حضرتك كمدني، المسافة واسعة، ولكن قديش هم عم يعدوا يحكوا مع بعض؟ طبعاً. كل ما يمكن حتى هذا جزء من التشاركية اللي طبعاً. حضرتك طبعاً. كل ما قعدوا يحكوا مع بعض أكثر، كل ما حطينا استراتيجيات تشاركية أكثر، كل ما بنقدر نبني رؤية للمستقبل واضحة، وأهم شيء نحن بحاجة له الآن هي رؤية مستقبلية واضحة لهذا المجتمع المحلي اللي نحن عم نحكي عليه، لهدول المجتمعات المحلية. وأعتقد هون دور الإدارات المحلية هام جدا، والدور اللي بلشت تاخده الإدارات المحلية كمان هام جدا. ويعني شفتوا آخر تجربة بالانتخابات بالإدارة المحلية، أنا باعتقادي هي كانت تجربة جديدة يمكن ينبنى عليها يعني إذا بنسميها استراتيجيات جديدة شوي، لنقدر فعلي ننتقل من فكر كتير ضيق بالعمل الإنساني الإغاثي الخيري إلى عمل مجتمعي أوسع ممكن يصل بلحظة ما لمدني أكثر، فيه نوع من التوجهات المستقبلية نحو المجتمع الكامل أكثر ما يكون المجتمعات الصغيرة جدا، يلي هون تفتقر لكلمة التنمية، لأن التنمية هي عملية تنمية مستدامة شاملة. ما بقدر أنا أعمل تنمية بمنطقة وما يكون في تنمية بمنطقة، لأن إذا أنا عملت تنمية بمنطقة معينة كل جهودي حتروح بلحظة ما هالمنطقة غير ما فيها تنمية حينتقل أفرادها من مكان لمكان، وبالتالي أنا كنت مثل اللي عم يشتغل بمكان عم يحفر ويجي المكان الثاني يغطي له الحفرة، ففعلي ما بكون استفدنا شيء. شكرا كثير أستاذ فراس. الانتقال اليوم للجمعيات اللي كانت عم تقدم خدمات إنسانية ذات طابع خدمي، اليوم عم نحكي مثلا صحة، تعليم، خدمات قانونية لما هنالك، برأيك ما قديش كان يوم دوره ضروري بالفترة الماضية؟ لأنه كنا عم نشوف كتير احتياجات بمناطق لهي الخدمات، وبرأيك شو هو الدور اللي ممكن تكون، شو هي أهم التحديات اللي كانت عم بتواجهها خلال هاي السنوات؟ إذا اليوم بدنا نميز عن الإغاثة. نعم، هلا بقدر أقسم، وهذا رأي شخصي مو أكثر، بقدر أقسم الفرق أو الجمعيات أو المنظمات العاملة على الأرض لجزئين، جزء كان وما زال يعمل قبل الأحداث وجزء انولد خلال الأحداث. أغلب المنظمات اللي كانت عم تشتغل وما زالت عم تشتغل عندهم رؤية ما. جزء من المنظمات اللي انخلقت خلال الأحداث هي انخلقت الاستجابة للأحداث، فكان دورها التنموي إذا بدنا نقول أقل بشوي، وهدين كمان كان دورهم شوي أقل، بس في فرق استراتيجي بين وجود هاي الجمعيات ووجود هاي الجمعيات. يعني أنا كنت دائما أسألهم ماذا لو الآن وقفت الأحداث، رفعت العقوبة، وقف الاحتياج، ما في، هو الاحتياج موجود، الجمعيات أو المؤسسات القائمة فقط على العمل الاستجابة كخدمات إنسانية فقط، شو بتسأل؟ هون في تحدي واضح جدا، هو التوجه الاستراتيجي.
لذلك في جزء من هاي الجمعيات والمؤسسات من النوعي حقيقة كانت عم تقدم خدمات تنموية بلحظة ما، سواء على جميع أنواع القطاعات زي ما نقول خدمات صحية، خدمات تعليم، تعليمية، خدمات تدريبية، خدمات تنموية اقتصادية، خدمات محلية للمجتمع. بس نرجع، كان التحدي وما زال التحدي اللي عم نتصادفه هو التمويل. تمويلنا بمجتمعنا أغلبه تمويل خيري مباشر، خيري ينبع من فكرنا الخيري، سواء كانت هذا طبيعة مجتمعنا، سواء كانت أموال تبرعات أو أموال زكاة أو استجابة إنسانية. يعني شفتوا خلال الزلزال شلون الناس فعلا شرحت أوعية وقدمت، صحيح. ولكن نطلع على التنموي، مين بده يمول التنموي؟ إذا نطلع على الجهات المانحة سواء خارجيا أو إذا بدنا نطلع داخليا، ما عندها هذا النوع من الفكر التنموي إلا ما ندر. زاد على التحدي هو انخفاض هذا التمويل الخارجي اللي كان عم يصل له المنظمات والمؤسسات، انخفاضه خارجيا، الوضع الاقتصادي الصعب، فالناس سلفاً هي يادوب عم تلبي احتياجاتها اليومية الإنسانية، فكيف بدها تلبي احتياجاتها التنموية؟ هاي التحديات إذا ما كان في توجه واضح وإذا ما كان في استراتيجية واضحة حتزيد أكثر التحديات لحظة بس. يعني إذا ما قدرنا نحن فعلي نقعد مع بعض، نحكي مع بعض ونحكي مع المجتمع المحلي، نشوف إنه أنا بدال ما أدفع مثلاً 100، شو ما كانت 100، تمام، 100 كلها نحو العمل الإنساني المباشر، ليش ما أنا أدفع 90 نحو هذا العمل الإنساني وخلي 10 نحو عمل تنموي لأجزاء مباشرة واضحة مدروسة باحتياجات واضحة من هذا المجتمع وبلش تابعه؟ لأن دائما أصعب شيء، برجع بأكد، أصعب شيء بالتنموي هو عمليات المتابعة. اليوم إذا كنا عم نحكي حتى على دور هذه المنظمات والجمعيات بالتدخل أو ببناء السلام أو خليني أقول التماسك المجتمعي، قديش بتشوف إن هي قادرة فعلا بمرحلة التعافي القادمة تكون عم بتهيئ أرضية لهذا الموضوع؟ بأحد المدن اللي رجع إلى الأمن ورجع إلى السلام، وهذه صارت بال 2016 على ما أذكر، أحد التدخلات وكان في إلى جهة مانحة كان إنه يرمموا أحد الأماكن المحلية بشكل سريع، رمموها بشكل سريع، ولكن تفاجأوا إنه نسبة العودة ما تجاوزت 20%. حمص صح؟ تمام. فبهي الحالة فعلي استفادوا من تجربته، لأن قالوا إنه أوكي ليش العالم ما رجعت؟ طب شلون بدي يرجع على مكان لا فيه مي، لا فيه بنى تحتية، ما فيه كهرباء، ما فيه إنارة، ما فيه عمل؟ من مفهوم التنمية المستدامة، حقيقة التنمية المستدامة بثلاث محاورة هي رافعة كاملة للمجتمع. نبدأ من الاقتصاد، لأن دائما بالتنمية المستدامة ما نبلش بالعملية المجتمعية، نبلش بالاقتصاد. التنمية المستدامة قائمة على تنمية اقتصادية اجتماعية بيئية، وليس بيئية اجتماعية اقتصادية. فوقت عادوا التجربة، أحد المنظمات الأهلية الفاعلة قالت لا، أنا ما بدي رمم إلا بشرط، أنا حرمم للناس اللي عندهم محلات أو عندهم ورشات صغيرة، وبالتالي كان شرطهم أنه أنا بلش أولاً بالتنمية الاقتصادية، يعني حرمم الـ 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 الأماكن العمل، حأبني ولو على الأقل بيئة آمنة شوي لهدول الناس اللي بدهم يرجعوا، فحطوا وقتها لوحات شمسية ولواقد شمسية وإضاءة عشان العالم تقدر تتحرك. الآن بلشوا بعملية إعادة السكان بطريقة كتير كانت مفيدة، حنتفاجأ أنه انتقلت النسبة من 20% إلى 80%. هذا الإنسان اللي لقى عمل، لقى مكان آمن له يرجع له، ثم لقى بيئة حاضنة تقدر يقعد فيها ويعيش بتكامل، يعني فيها مخبز معي، هلا شو الفكرة، فيها مكان لأشتري منه أغراضي، زائد فيها مكان أنا أشتغل وأقدم شغلي، شبكة الحماية تبعه. هذا هو بداية التنمية الحقيقية المستدامة. هون بنقدر نقول أنه أنا وقت بنيت نواة اقتصادية بسيطة صارت حاملة مجتمعية جيدة، صارت حامية بيئية مناسبة لهذا المجتمع اللي يقدر يعيش. تمام.
بس ما فينا ننكر بالنهاية أنه يمكن هي جمعيات والمؤسسات قدمت خلال سنوات الحرب أو خلال الاستجابة للزلزال كان في سد كبير للفجوات الاحتياجات، يعني عم تلعب دور كبير. برأيك أستاذ فراس، ما هي فعلا الفرص والممكنات اللي بتمتلكها هي المؤسسات اللي رح تستخدمها كنقاط قوة للانتقال لدورة أكثر تنموي في مرحلة التعافي نأمل أنها تبدأ؟ يعني إحنا اليوم نستقرأ بدء مرحلة جديدة خليني أقول بسوريا نحو التعافي بعد سنين طويلة من الإغاثة، ما هي ممكنات هذه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات اللي ممكن تحملها مع المرحلة القادمة؟ هلأ برأيي أول فرصة هي المصداقية. كثير من هذه المنظمات رفعت مصداقيتها خلال استجابتها للمضررين من الزلزال والمنكوبين. وإذا بدنا نشوف على كامل الجغرافيا السورية وقت كانت الأحداث موجودة كانت الجمعيات فعلياً اللي اشتغلت والله يعطيهم ألف عافية كانوا مجهولين على الأغلب. ليه؟ لأن الاحتياج كان واسع جداً وعلى مساحة جغرافية هائلة. الآن عم نحكي على 3 مدن 4 مدن وقرى حواليها، فالجمعيات والمؤسسات الأهلية اللي اشتغلت فعلي اكتسبت مصداقية فعلا. أكيد في تحدي، يعني أكيد أكيد دائما مثل العادة ما في حدا 100% يوافق، لأن يعني تخيلي قديش كمية الاحتياج اللي صارت خلال يوم، ما حنقول خلال 15 يوم، خلال يوم، والناس اللي كانت عم تسكن بلحظة ما ببيت ترجع على بيتها هزة جديدة ترجع على مركز إيواء، ما بتقدري تضبطي استجابة سريعة بهذا النوع من الأزمات الإنسانية. المصداقية اللي انبنت عند الأشخاص. الفرصة الثانية هي رفع العقوبات الجزئي بشكل ما بطريقة ما، وإمكانية استخدام تبرعات نظامية عبر وزارة الشؤون. وأعتقد هلأ مع وجود يعني الوزارة الجديدة بوزير جديد بيعرف فعل احتياج الجمعيات، ممكن يكون التسهيلات المتاحة للمجتمع المحلي والجمعيات المحلية أنا بس مرن أكثر. يعني الآن تقدر أي جمعية محلية أصولاً أنه تطلب طلب تبرعات خارجي أصولاً مثل ما تعمم على أغلب الجمعيات على ما أعرف، وهذا الشيء من زمان. باعتقادي فرصة أنه ينخلق نوع من التمويل الجماعي يسمونه كراود فاندينج. هذا الكراود فاندينج إذا انشغل عليه بطريقة أدفوكسي فعالة، دعم ومناصرة وتأييد لهالفكرة والقضية، لأن أغلب الناس متعاطفين معنا داخلياً وخارجياً. إذا قدرنا نعمل هذا النوع من التوجه نحو أنه خلينا نخلق نوع من هذا الدعم التشاركي، الدعم الجماعي للمتضررين ليرجعوا تنموياً على حياتهم، ليرجعوا يعيشوا بطريقة أفضل، ليرجعوا يستديم هذا الأثر، باعتقادي هي فرصة ما أنا موجودة، وهي فرصة نافستها كتير ضيقة. يعني إذا كلكم بتعرفوا إنه هالعقوبات كانت اللي ارتفعت ولو جزئيا مدتها 6 شهور، الآن مضى لنا شهر، يا ترى لازم نطلع قديش نحن قدرنا نستفيد من هالفرصة، قديش ممكن نحن نفعلها بطريقة أكثر، قديش ممكن ناخد ولو نحن بنسميها دعم خارجي عليها، مو بس من المجتمعات الغربية، على الأقل من المجتمعات القريبة لنا. تمام. أخيرا بدي أختم بسؤال أستاذ فراس، اليوم حضرتك كخبير في إدارة الأعمال والعمل الأهلي لسنوات في سوريا، ما هو المؤشر أو الإجراء اللي بيشوفه الأستاذ فراس رح يعطيه بارقة أمل لبداية مرحلة جديدة؟ لما يصير الإجراء رح أعرف أنه فعلا بدأت مرحلة تعافي جديدة بسوريا. باللحظة اللي حتقعد فيها جمعيات محلية من مجتمعات محلية تخطط بشكل تشاركي وينتقل هذا التخطيط التشاركي لتخطيط مدني أكثر، يعني إذا بدنا نقول تنموي ثم محلي أكثر تنموي، ثم ينتقل إلى تخطيط تشاركي على مستويات المجتمع الأوسع اللي هو على مستوى سوريا الوطني. الآن بقدر أقول إنه بلشنا ننتقل لعمل تنموي، لأنه مستحيل نقدر ننتقل لعمل تنموي متكامل إلا إذا فكرنا مع بعض وتشاركنا مع بعض، ومو بس جمعيات، كل مكونات المجتمع، سواء كان مجتمع أهلي، سواء كانت جمعيات، مبادرات، مؤسسات، قطاع خاص، لأن صدقيني القطاع الخاص له دور واسع جدا، صحيح. ثم حتى مؤسسات القطاع العام، ثم المؤسسات الحكومية، وإذا بنسميهم الإدارات المحلية اللي أنا باعتقادي هي دورها التشاركي ممكن يكون هو اللب أو المحور أو المحرك الخفي لهذا النوع من المبادرات.
وقت منبلش من مجتمعات محلية صغيرة ومنبلش نوسع الدائرة، حقيقة هي بداية تنمية مستدامة، تقدر تخلق هذا النوع من التنمية المستدامة لمجتمع أوسع، لوطن كامل. شكرا كثير لك فعلا، يعني انا هيك عم بضحك طول الوقت انت عم تحكي، عم تخيل انه فعلا نوصل لواقع فيه فعلا هذه التنميه وهي التشاركيه بالعمل المجتمعي المدني والاهلي. شكرا كثير استاذ فراس لوقتك، وشكرا لكل حدا بقي معنا لاخر الحلقه، وبتمنى تكونوا معنا بالحلقات الجاي كل اثنين وخميس من سلسلتنا الجديده من برنامج وين الدور.